وننتقل معكم الآن لمتابعة أهم وآخر أخبار طقس الغد. مصطفى منزار، وقفة أخيرة. شكرا محمد، شكرا ليلى. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضرتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأربعاء طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدين الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظة ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة، فيها درجة الحرارة العظمى تشير إلى أنها 37 درجة مئوية والصغرى 26 درجة والجو فيها حار. في الأسكندرية 33 25 والجو فيها حار، في مطروح 32 24 الجو فيها حار، في بورسعيد 33 24 والجو فيها أيضا حار، في الإسماعيلية 38 26 والجو أيضا فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 37 درجة مئوية والصغرى 25 درجة والجو فيها حار، في العريش 34 24 والجو فيها أيضا حار، في طابة 36 26 والجو أيضا فيها حار. أما في شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى 40 درجة مئوية والصغرى 31 والجو فيها حار، في الغردقة 41 30 الجو فيها حار. أما عن محافظة الأقصر فدرجة الحرارة العظمى هناك 43 درجة والصغرى 28 درجة والجو هناك شديد الحرارة، في أسوان 44 درجة مئوية والصغرى 29 والجو هناك شديد الحرارة، في الوادي الجديد 43 26 والجو أيضا هناك شديد الحرارة، في شلاتين 35 31 والجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 33 29 والجو هناك أيضا حار. والآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.